بسم الله الحمد لله. ربنا ثبتنا في مواجهتنا لأعدائك تمام التثبيت يا كريم يا عظيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا دابة من الأرض تكلمهم، تخرج من الأرض وتكلمكم. هيا تجموش تفسرون الظاهرة ذي قبل ما تقع، وهي من العلامات اللي الدنيا مشتوفة. إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إذا تبعتهم هي موش وجد هي. حتى الدابة ما تأديش دورها، لأن هم ناس اللي كل شيء خارق، كل شيء اكستروردينار ما يمنوش به. والخوارق أولها هو نزول القرآن، اللي في باله من صارة هذه الخسارة والصعين اللي قام في باله، مهما كان كتاب واحد، إما جوسبل الإنجيل هو أربع إنجيل. وإحنا نقول وقلي قاعد اليوم يقول لنا أنا قاعد أتمتع بقراءة إنجيل، قل وراك تقرأ في إنجيل لوكا وماتيو وغيره وغيره ويوحنا ولا شنو. يعني أنت تقرأ بشيء كله أكاذيب وكله أوهام، قليل منها ما له صلة بكتاب الرحمن، كون توراة ولا زبور ولا إنجيل. والسلام علينا أهل النبل وأهل العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.